السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد السادة متابعي قناتنا الكرام، ونتمنى دائما أن تكونوا في أفضل حال. النهاردة بنقدم لكم حاجة برضو مش هتلاقوها في أي حتة تانية، قدرنا إن احنا نجيب لكم قيمة العلاوات، نسبة العلاوات من سنة 1987 وهو بداية إقرار العلاوات، وتاريخ ضم العلاوة وقيمة العلاوة كانت قد إيه، وتاريخك لو انت كنت خارج عن المعاش سنة كذا هتكون قيمة العلاوات الخمسة عندك قد ايه، ونسبة 80% من العلاوات ديت قد ايه. يعني احنا الجدول ده توضيحه، اول حاجة نسبة العلاوة سنة 1987 وتاريخ ضمها سنة 1992 بعدها ب5 سنين كانت قيمة العلاوة 20 جنيه. تاريخ خروجك لو سنة 87 هتكون قيمة العلاوات الخمسة عندك قد ايه، وهيكون نسبة 80% منها قد ايه، وقيمة الأثر الراجعي قد ايه لو هي لمدة 5 سنوات الأثر الراجعي. دي في حسبة بسيطة كده وطريقة بسيطة قدرنا ان احنا نعملها لمشاهدينا لحين صدور طبعا القواعد اللي هتنظمها وزارة التضامن الاجتماعي لصرف العلاوات الخمسة، ومش هتلاقوا الكلام ده في اي حتة تانية، فكملوا معانا الفيديو للآخر عشان تفهموا ايه الجدول ده. اول حاجة في الجدول كده لو مشينا سنة 1987 كانت العلاوة 20%، وطبعا دي ما انضمتش غير بعدها ب5 سنين، يعني فضلت في المرتب بتاعت حاجة اسمها بند علاوة اجتماعية غير مضمومة قيمتها 20 جنيه. لو انت خرجت سنة 87 في نفس ضم العلاوة مش هيكون عندك غير علاوة واحدة اللي هي ال20 جنيه، لان ده بداية اضافة العلاوات، وال80% من قيمة العلاوة دي كانت 16 جنيه، والاثر الراجع بتاعها لو لمدة 5 سنين لو انت هتستفيد وكنت خارج من سنة 87 وهتستفيد، يبقى هتستفيد بالاثر الراجع بس 960 جنيه، لان دي القيمة لو لمدة 5 سنين. رقم 2 دي العلاوة سنة 1988، وديت ما انضمتش غير سنة 1993. لو انت خرجت في نفس السنة انت هتستفيد من الى قيمة العلاوات الخمسة وهي مجموع العلاوتين. لو انت خرجت في سنة 88 هتستفيد بعلاوتين وال80% منها 44 جنيه اللي هي مجموع العلاوات الخمسة، هنا مجموع 35 و20 لانهم علاوتين بس مش 5 علاوات. امتى هيبدأ يظهر عندنا 5 علاوات؟ سنة 92. سنة 92 1992 لو في حد كان موجود في الخدمة، سنة 1992 أصبح عندك دلوقتي 5 علاوات موجودين عندك قيمتهم 330 جنيه، دول ما انضموش، يعني اي حد خرج سنة 92 هيكون عنده 5 علاوات وما انضموش، نسبة 80% منهم 264 والاثر الراجعي 15840 جنيه، ده اثر راجعي محسوب على 5 سنوات. تمام. لو فضلنا نمشي كده، دي طبعا نسبة العلاوة كل سنة، وطبعا دي 10% سنة 1993، 10% سنة 1994، 10% سنة 1995 وقيمتها 130، 10% سنة 1996، 10% سنة 1997 وانضمت 2002، 10% سنة 1998 وقيمتها 160 جنيه، وقصاد كل خانة لو انت خرجت على المعاش سنة تاريخ خروجك على المعاش سنة 1998 مثلا هيكون عندك قيمة العلاوات الخمسة 700 جنيه في التوقيت ده، وهي مجموع آخر 5 علاوات قبل ما تخرج على المعاش، 80% منها هو 560 جنيه، الأثر الراجعي لو هنضرب 60 شهر في القيمة دي فهيديك 33600 جنيه لو هي دي طريقة الحسابات. طيب هننزل بعد كده سنة 99 كانت 10%، سنة 2001 ودي تضم في 2006. تمام. بعد كده المفروض ان الحد 10% 10% لحد سنة 2000، لحد سنة كام يا جماعة؟ 2003 كانت برضو 10%، 2004 10%، سنة 2005 كانت 20%، ولكن كانت بحد أدنى 30 جنيه. وفي كل مرة هتمشي وتشوف انت اذا خرجت في نفس السنة، يعني اذا كنت خرجت في 2005 فانت مجموع العلاوات الخمسة عندك هتبقى 1060 جنيه، و80% منها 8848 وقيمة الاثر الراجعي 550880.
طيب لو نزلنا بعد كده في 2006 كانت 10% وبحد أدنى 36 جنيه لحد هنا لحد 1/7/2006 يا جماعة. لو أنت خرجت على المعاش المفروض إن اللي قبل كده، يعني المفروض إن لحد هنا كده الناس دي استفادت بحكم قضائي سابق وصرفت، يعني المفروض لحد هنا كده لحد رقم 20 في الجدول ده اللي هي العلاوة 10% كانت 1/7/2006، المفروض إن الناس دي استفادت بحكم قضائي سابق. اللي ما استفادش منهم على فكرة ممكن يستفيد في الحكم ده ويقدم إن هو ما استفادش ويقدم وياخد في الحكم ده على حسب ما وزارة التضامن هتقول. بعد كده بداية من 2007 ده هو اللي عليه الكلام، لأن في ناس بتقول إيه إن أنت لو خرجت في 2007 ليك علاوة واحدة، لو خرجت في أو علاوتين، لو خرجت في 2008 ليك 3 علاوات، لو خرجت في 2009. الكلام ده غير صحيح بالمرة، لأن كل واحد بيخرج على المعاش يا جماعة عنده 5 علاوات ما انضموش لكل سنة، كل واحد خارج على المعاش عنده 5 علاوات ما انضموش، تمام؟ مش علاوة واحدة ولا علاوتين ولا 3 ولا 4، هو يمكن يكون قيمة الأثر الراجعي هي اللي هتختلف، ولكن هتختلف من 2019 مش من 2007، ففي خطأ شائع وللأسف بيقع فيه ناس قدام جدا وناس كبار قاعدين يطلعوا ويكتبوا على الجرايد إن من 2006 علاوة واحدة و2007 علاوتين وهكذا، والكلام ده غير صحيح لأن كل واحد بيخرج على المعاش عنده 5 علاوات يا جماعة. الناس الوحيدة اللي كان عندها علاوة واحدة وعلاوتين و3 علاوات و4 علاوات و5 علاوات الناس دي من سنة 87 لسنة 92، وديت احتمال كبير ما تكونش داخلة معانا في حساب العلاوات المرة دي. نيجي نتكلم من 2007، كل الناس اللي خرجت من 2007 عندها 5 علاوات يا جماعة، يعني اللي خرج في 1/7/2007 ده عنده 5 علاوات قيمتهم 985 جنيه مثلا، 788. على فكرة أنا أحب أوضح إن الأرقام دي متفاوتة من شخص لآخر بناء على الأساس بتاعه واختلاف الأساس بتاعه، تمام؟ يعني مش كل الناس بيكون عندها نسبة العلاوة 985، ولكن النسب دي تقريبية جدا، ولكن النسب الأكيدة هي نسبة العلاوة في نفس السنة. لو أنت كنت عارف الأساس بتاعك تقدر تحسب العلاوة بتاعتك كانت كام بالظبط، تمام؟ فده كل الحكاية. أنا بس بالظبط كده، فأنت عندك ده قيمة في 2007 يقدر يخرج كده. بعد كده 2008، بعد كده هنشوف 2008 نسبة العلاوة مثلا هتبقى العلاوات 5070 ال 80% منها 856 وهكذا ل 2009 و2010 و2011. وطبعا كانت في، انتوا فاكرين 2008 كانت نسبة الزيادة 30% اللي كان أعطاها الرئيس مبارك، وكانت يعني زيادة كبيرة جدا وحققت طفرة عند الناس. طيب نيجي بقى لقيمة في 2013 آخر حاجة في الجدول ده 2013، ليه في الجدول ده آخر حاجة 2013 كانت 10% والمفروض إن هي في الخدمة ضمت في 1/7/2018؟ طب ليه مفيش 2014 و2015؟ 2014 كان أعطاها المستشار عدلي منصور وهو رئيس للجمهورية، وكان القانون اللي صدر بها إنها لا تضم إلى الأساسي، فأعتقد إنها دخلت في حساب الأجر المتغير. 2015 أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان القانون بتاعها بيقول إنها أيضا لا تضم إلى الأساسي. بداية من 2016 و17 و18 يا جماعة دول انضموا بشكل مباشر على الأساسي، ما راحوش في خانة العلاوات الاجتماعية الغير مضمومة. يعني 2016 و2017 و2018 دول انضموا بالفعل. فاللي خرج مثلا في 2019 مش هيكون عنده غير علاوتين اتنين بس، ومش عارفين ايه موقفهم. هل العلاوتين دول انضموا للأجر المتغير اللي هي علاوة 2014 وعلاوة 2015، ولا ما انضموش وهيستفيد منهم؟ ده بالنسبة للي خرج في 2019. هيبان السنة دي إذا كان هيتم ضم إضافة العلاوتين دول ولا هينضموا للأجر المتغير بشكل تام. طبعا مع ظهور قانون الخدمة المدنية أكيد العلاوات اللي هي كانت العلاوات دي ضمت إلى الأساسي. الناس اللي اتطبق عليها قانون الخدمة المدنية بداية من 2017 و2016
بالفعل بقى الاجر عباره عن اجر اساسي واجر وظيفي، او اجر وظيفي واجر مكمل. فالاجر الوظيفي خد في اعتباراته العلاوات الاجتماعيه اللي كانت غير مضمومه، دي انضمت للاجر الاساسي. فاللي خرج بعد هذا وكان بيطبق عليه قانون الخدمه المدنيه فهو لا ينطبق عليه العلاوات الخمسه. فاعتقد ان لحد 2013 هم دول بس الناس اللي هيكون عندها علاوات اجتماعيه غير مضمومه، لكن من بعد كده ومن بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية انضمت العلاوات الاجتماعية اللي خرج بعد ما اتطبق عليه قانون الخدمة المدنية بالفعل وهو خارج معاش. العلاوات كانت مضمومة على الأجر الأساسي وكان عنده حاجة اسمها الأجر الوظيفي، الأجر المكمل أو الأجر الوظيفي، وده كان بيلم كل البدلات لأن المرتب اتقسم لحاجتين، أجر أساسي وأجر مكمل. ده بالنسبة لشرح الجدول ده بمنتهى البساطة. عمرك ما هتلاقي الكلام ده في اي حتة تانية. كل الناس اللي بتصرح وتقول ان من 2006 علاوة وعلاوتين وثلاثة واربعة، كل الكلام ده مش صحيح، مع احترامي لجميع كل اللي بيصرحوا، لكن كل الناس اللي خرجت على المعاش عندها 5 علاوات الا من بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية وما بعدها، والناس اللي ما تطبقش عليها قانون الخدمة المدنية بدأت العلاوات من سنة 2016 تضم بشكل مباشر الى الاساسي، ومش عارفين في السنة دي في 2019 هيضموا العلاوتين المتبقيتين اللي هي علاوة المستشار عدلي منصور وعلاوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبكده نكون احنا شرحنا كل ما يخص العلاوات الخمسة، واعتقد ان الامور بتتضح معاكم واحدة واحدة. ولكن في النهاية هننتظر القواعد اللي خارجة من وزارة التضامن بصرف هذه العلاوات، وهيكون لنا لقاء تاني ان شاء الله. ولحين ذلك لو انت حاسس ان انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب بسيط منك، دعم كبير لينا، وكمان اشتراكك في القناة فايدة ليك وشرف لينا، وكمان ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل للجميع وينوبك الأجر والثواب مثل منشئ المحتوى بالظبط. ده كان اجتهاد مننا في العلاوات الخمسة لحين صدور القواعد المنظمة للعلاوات الخمسة من وزارة التضامن، وحين وأول ما هتصدر هنجيبها لكم إن شاء الله وهنشرحها لكم زي ما بنشرح لكم دلوقتي بالتفصيل. وأتمنى دايما إن احنا يكون عندنا الجديد والمميز على قناتنا، قناة ناس مصر، ونشوفكم في أفضل حال، وهيكون لنا بث مباشر عشان نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة متجددة وانفرادات، والسلام عليكم.